عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة جريد 3، أهلا بكم مع الحلقة السادسة والليسون 6 وشابتر 2 شابتر 1 في سيم 2 اللي بيتكلم عن هوين habits change. طبعا ليسون 6 بعنوان it changes in the environment، التغيرات اللي بتحصل في البيئة. طبعا أي change بيبقى ليه causes، أسباب، نتيجة الأسباب دي بيحصل نتائج. فالcause هي عبارة عن something that create a change، هو سبب أو شيء بيحدث تغيير. أما الإفكت أو النتيجة أو التأثير اللي بيحصل هو اللي change، it is the change we observe، بنلاحظه أو نتيجة الإيه ونتيجة السبب، نتيجة الcause. بالنسبة هنا بيديني أمثلة يعني بيعرفني، طبعا هي الأمثلة ملهاش علاقة صفة يعني مباشرة بالدرس، ولكن عايز يعرفني إيه هو يعني إيه سبب ويعني إيه نتيجة. يعني I push down the stapler، يعني أنا ضغطت على الدباسة، فقال لك إن النتيجة إن sheet of paper are stapled together، اتدبست مع بعض. طيب the teacher start talking، التيتشر بدأت إنها تتكلم، أكيد the students listening، مثلا يبقى ده السبب وده النتيجة. the chief cuts the vegetables، أكيد هنا هيبقى the customs enjoys eating fresh salad. books are heavy، لو الكتب كبيرة السبب إن الكتب كبيرة، النتيجة إن البوك fall down. last one the squirrel collected nuts، السنجاب بدأ يعني يجمع النوتس، هيبقى the squirrel has plenty the food of winter، بيأمن احتياجاته من الغذاء أثناء الشتاء. طبقا لذلك هنبدأ بقى نشوف ايه هي الحاجات اللي بتحصل في البيئة عندنا وأسبابها والنتائج منها. People, animals, plants, weather and natural disasters like drought, fire, flood, pollution can all causes a change in the environment، سواء كان الإنسان أو الحيوان، نبات، الطقس، أي عوامل تانية زي أي عوامل طبيعية تانية زي الجفاف والحرائق والفيضان والتلوث، دي بتؤدي كلها إلى changes in our environment، إلى تغير في بيئتنا. أول حاجة الدرت اللي هو الجفاف، يا ترى إيه هي القازس بتاعته، بيحصل بسبب إيه؟ It happens when there is no rain، بيحصل بسبب عدم وجود أمطار. For a long time، لفترة زمنية طويلة. So the land becomes hard، فيها الأرض بتصبح جافة. And small lakes and river can dry up، كمان لو في بحيرات أو أنهار سوف تجف. طبعا ده السبب إن no rain. الإفكت plants may not be able to survive without enough water، احتمال كبير جدا ان النباتات تكون غير قادرة على احتمال الظروف البيئية من قلة المية، يعني ولدت. animals may be forced to move to look for water، احتمال كبير برضو ان الانيمالز تبدأ تهاجر بحثا عن الماء. يبقى ده اول عامل من العوامل او سبب ممكن يؤدي الى change in environment، تغير في البيئة، هو الدرت الجفاف. بالنسبة للفاير سببه الكازس، it happened when lightened strikes dry land and grass or when a human made fire gets out of control، يعني ممكن نقول ان الحرائق لها اسباب اولاد اسباب ناتشرال طبيعية زي اللايتنينج، يعني زي حدوث العواصف البرقية دي ممكن تشعل النار طبيعي في الارض الجافة او تمسك في النباتات، وممكن يكون الانسان هو اللي عمل الحريق بنفسه وما قدرش انه يسيطر عليه. يبقى ممكن تكون من اسباب الفاير ناتشرال اور مان ميد. طب التأثير بتاعها ايه؟ fire can harm the habitats
of many plants and animals. على فكرة ممكن الحريق يدمر المجموعة كبيرة أو كمية من النباتات والحيوانات. So animal, ولذلك ممكن جدا الانيمال must leave to survive. هتمشي عشان تعيش. تبدأ تسيب المنطقة دي. Smoke from fire pollutes the air. كمان الدخان اللي خارج من الحريق هيؤدي إلى تلوث البيئة. Fires can help clean out dead plants. لكن دي وجه استفادة بقى، إنه ممكن يخلصني، ينظف البيئة من dead plants، من النباتات الميتة. On a forest floor، اللي في على أرض الغابة. Which allow important nutrients to return to the soil. دي على فكرة جنب، إذا كان كل الجنب ده وده يعتبره harmful، ضرة، لكن الجنب جنب اليوزيفول، نكتب جنبها يوزيفول، هو أهمية الفاير إنه هو كان clean out، بيخلصنا من الديد بلانس، من النباتات الميتة. on the forest floor، على أرض الغابة. وطبعا لما بيخلصني منها بيعمل، بتتحلل بقى أجزاء الكائنات الميتة دي، وبتعود النيوتريانز اللي فيها مرة تانية للسويل. طبعا لما بتعود مرة تانية يا جماعة، معناه ان النبات تاني هيبدأ ياخد النيوتريانز اللي موجودة في السويل ويبدأ ينمو بشكل صحي. put true or false. Fire clean out dead plants on a forest floor. هل الحريق بيخلصني من النباتات الميتة في أرض الغابة؟ طبعا true. Drought pollutes the air. هل الجفاف بيلوث الهواء؟ طبعا false. اللي بيلوث الهواء smoke of fire. Complete. Not happens when there is no rain for a long time. طبعا ده بيحصل ايه؟ بيحصل الدرت، الجفاف. نقط happens when lightning strike dry land and grasses. إيه اللي يحصل عندما العواصف البرقية تصطدم بأرض جافة أو بأعشاب؟ طبعا هيحصل fire أو natural fire. عندي بعد كده the third causes، السبب الثالث هو flood، الفيضان. طبعا الفلود ده السبب بتاعه it's happened when heavy rains cover the dry land with a lot of water. بيحدث عندما تنزل امطار غزيرة تغطي الارض وتخليها مليانة كمية كبيرة من المية. طيب ده بيحصل ايه؟ اكيد في انواع من البلانس هتموت، والانيمال هتسيب المكان وتهاجر. تعال نشوف هو كاتب ايه الافكت، النتائج. animals that cannot live in water، ما بتقدرش يعني النباتات او الحيوانات مش هتقدر تعيش في كميه المياه الكبيره دي. must move away from a flooded area، عشان كده هي هتحب انها تسيب المنطقه او المساحه اللي فيها فيضان دي. flood ده خلي بالك، ده بقى جانب حلو جدا، يعني ده جانب useful مش harmful. اللي هو flood can bring new can bring new seeds، ممكن يجيب لنا بذور جديدة. and nutrients to the land، بيجيبها للتربة. لكن من الحاجات برضو الهارمفول ان flood can wash away soil and plants، يعني هيعمل تجريف كده للايه، للارض والايه والنبات، يعني هيشيلهم هيقتلعهم او هيقضي عليهم. بالنسبة للبلوشن، التلوث. causes، اسبابه. It happens by natural volcano. طبعا دي natural volcano، البراكين الطبيعية دي طبعا احنا ما بنتحكمش فيها، ممكن تكون سبب للتلوث. human throwing trash or chemical into water. الانسان والقائه للقاذورات والمركبات الكيميائية في المية طبعا بيعمل لها pollution in water. using machines، استخدام الادوات ذات بليوت زائر. طبعا يا جماعه الماكينات لما كمان ما بيحصل لهاش اصلاح طول يعني لفترات طويله بتبدا تخرج نوع من الغازات زي اول اكسيد الكربون اللي بيعمل تلوث للهواء. leaves garbage on the land، تركك للقاذورات والمخلفات في الارض، ده كل ده بيؤدي الى التلوث. طيب effect pollution in the air, water and land can destroy، بيدمر habitat and harm wildlife، يعني تلوث سواء كان مية، هواء، تربة نفسها، بيدمر البيئة وكمان بيدمر مساحات واسعة من المناطق الحيوية أو الحية. but true or false.
نقط the true or false. Pollution bring new seeds and nutrients to the land. هل البلوشن تلوث هو ده اللي بيجيب بذور جديده؟ طبعا false. ده الفلات. Floods can wash away soil and plant. طبعا دي true. الفلاد بيعمل wash away يعني بيقضي على مساحة كبيرة أو بيدمر السويل والبلانتس. Complete. Not happens when dry land becomes covered with more water than the soil can hold. طبعا ده الفلاد. Not happens by using machines that pollute the air, the pollutions. بكده أولاد أنا أكون أخذت lesson 6 اللي كان بيكلم عن أربع أنواع من أسباب التغيرات اللي changes اللي happens in our environment اللي بتحصل في بيئتنا. هي كانت الفلاد والبلوشن دارت and fire. يبقى هنا عندي كان أربع أسباب بيؤدوا إلى change في الـ environment. طبعا كل واحد منهم بيبقى له causes أسباب وبيبقى له effects نتائج. أتمنى أولاد أن يكون درس النهاردة من كتاب المعاصر لجريد 3 Discover نال إعجابكم، وإن شاء الله بإذن الله معدنا إن شاء الله في الحلقة الجاية مع lesson 7 with you Miss Marwa Faith Science Teacher. Thank you and goodbye.